هوش مرض تداوى بدواء واحد، ما هوش مرض اللي تداويه غير واحد 6 أيام أو شهر أو شهرين أو سنة وتبرع. ما هوش مرض اللي المريض عنده العلاقة غير مع طبيب واحد. دابا حسبنا أنه عندك مع الطبيب ديال مع الأوكتوفونيس الترويج ديال الكلام، عندك مع لابسيكوموتريسيان اللي تتعلم الحركات، عندك مع الطبيب أو السيدة اللي هي مكلفة بالنفس ديالها الطفل لابسيكولوج، عندك علاقة مع هاد السيدة اللي غادي تعلمو لابيا، عنده العلاقة مع السيدة اللي غادي تعيش معاه في العائلة ديالو باش تقول ليها لابيا. واحد ما عيش غير مع واحد، مش غير مع الطبيب تيعطيه وصفة وتيمشي. ما كاينش وصفة لوتيزم، ما كاينش وصفة، كاين بريزون شارج شمولية اللي تطلب بزاف الأشخاص اللي هما تيكونوا عندهم واحد المعرفة حقة في المرض، ماشي حتى هما تكون فيهم الشعوذة ويقولوا حنا كنديروا مرض توحد وراه هما ما تيديروا والو، ما عارفين والو، ما فاهمين والو. هذا مشكل خطير. دابا حنا تنشوفوا العائلات تيدوروا، تجي من كل قنت، هذه جاي من الوزازات، هذه جاي من الفسيمه، هذه جاي، واللي هما في غالب الاحيان داروا التحاليل، واللي هما طلبوا لهم واحد التحاليل ولكن ما صابوش. هي هذوك التحاليل كيفاش يفهموا هذوك التحاليل واخا اشنو نعملوا؟ مثلا ها هو عنده الاوتيزم ولكن علاش طالبين ليه التخطيط ديال الدماغ؟ ها هو عنده الاوتيزم ولكن علاش طالبين ليه التخطيط ديال الاذن؟ خصنا نفهموا هاد الناس علاش. وإذا لقينا اشنو هي، ملي تلقى واحد الطفل عنده التوحد وتلقاو ما تخصناش نخلطوه مع شي طفل اللي هو ما تيسمعش، الطفل اللي هو ما تيسمعش عنده ملامح ديال التواصل معاك، عنده الملامح في عينيه، بغى ياكل غادي يديك الاشاره بانه بغى ياكل، بغى يشرب عنده الاشاره باش يشرب، ما مقلق عنده الاشاره في وجهه وباليدين ديالو وبالابتسامه ديالو ولا بالتقليقه ديالو بانه راه هو ما فرحانش على الحاله ولا فرحان على الحاله ولا باغي شي حاجه، فهمتي؟ الوغ الطفل اللي هو اوتيز ما عندوش هاد الحركات كلهم، فهمتي؟ واش الطفل يمكن يكون فيه توحد ويكون فيه عند مشكل ديال السمع؟ فعلا. اذا هنا هذا ديالوستيك ديفيرونسيال، تنقولوا حنا في الطب الفرق بين مرض وبين مرض، ولكن لا لقيناهم بجوج تنقولوا اشنو باش غادي نبداو؟ غادي نبداو بطبيعه الحال نصوبوا المشكل ديال السمع، باش ملي غنديروا ليه لابيا ولا نديروا ليه الاوكتوفوني غادي نلقاو بانه هو هذا الوليد راه تيسمع. مستقبل.